أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن الحكيم مما وصف به رسول الله صلى الله عليه وآله بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسول الله صلى الله عليه وآله كان رؤوفا بالمؤمنين، كان رحيما بالمؤمنين. يتتبع المؤمنين، يتتبع حاجاتهم، يقضي حاجاتهم، يهتم لأمورهم. ويكون دائما يساوي نفسه صلى الله عليه وآله بالمؤمنين الضعاف في مأكله، في ملبسه، في أعماله، في تصرفه صلى الله عليه وآله. ومما ورد في ذلك في الأحاديث الشريفة أنه صلى الله عليه وآله يوم كان في المدينة المنورة وكان زعيما ورئيسا للحكومة الإسلامية تجري على يديه الأموال، في ذلك اليوم كان على بدنه الشريف ثوب بالي كما في الأحاديث الشريفة. الثوب البالي يعني الثوب العتيق الذي بلى، يعني صار من كثرة لبس هذا الثوب صار ثوبا خلقا جدا. عادة الناس لا يلبسون، حتى الفقراء لا يلبسون مثل هذا الثوب. رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يبدل ثوبه حتى يكون باليا، ومع ذلك من هذا الحديث الشريف يظهر أنه لم يبدل هذا الثوب البالي، حتى أن هناك بعض المؤمنين رأى على بدن رسول الله هذا الثوب البالي، أعطى لرسول الله 12 درهما ليشتري به ثوبا، و12 درهم ثمن ثوب عادي في ذلك الزمان يلبسه الفقراء عادة. وإذا تتبعنا التاريخ في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة نجد شراء ثياب لبعض المؤمنين 50 درهم و100 درهم و200 درهم و500 درهم وأكثر أحيانا 12 درهما في ذلك اليوم ثمن ثوب عادي. ولعل الذي أعطى لرسول الله صلى الله عليه وآله 12 درهما
كان يعلم بأن رسول الله لا يلبس ثوبا غاليا، لا يترفع عن ضعفاء المؤمنين حتى في ملبسه. في الحديث الشريف، في هذا الحديث الشريف، رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى هذه الدراهم الاثني عشر لأمير المؤمنين صلوات الله عليه ليشتري له بها ثوبا، فجاء أمير المؤمنين إلى السوق واشترى ثوبا عاديا باثني عشر درهم، جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر رسول الله إلى الثوب فلم يعجبه، لأنه كان يريد ثوبا بثمن أقل من هذا. قال لأمير المؤمنين: غير هذا أحب إلي. من هذه الجملة أيضا يظهر أن هذا الثوب كان مناسبا لرسول الله كقائد للمسلمين، كزعيم للمسلمين، كإمام للمسلمين، وينبغي له أن يواسي ضعفة المسلمين. أما قال: غير هذا أحب إلي، أو دون هذا أحب إلي. فجاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى السوق وطلب من الذي اشترى منه هذا الثوب أنه إن كان يقيله، يعني يأخذ الثوب ويرجع الثمن. الرجل أيضا قبل ذلك وأخذ الثوب وأرجع 12 درهما إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه. جاء أمير المؤمنين بالدراهم إلى رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله مع أمير المؤمنين أتيا السوق، فرأى رسول الله ثوبا بأربعة دراهم، اشترى هذا الثوب بأربعة دراهم ولبسه، ولعله لبسه فوق ذلك الثوب البالي. وإذا بأمير المؤمنين صلوات الله عليه يجد امرأة على قارعة الطريق جالسة تبكي، فسألها رسول الله صلى الله عليه وآله: لماذا تبكين؟ قالت المرأة: إنها كانت جارية أمة للقوم. قالت: أهلي أعطوني أربعة دراهم لأشتري لهم بها شيئا، فضاعت الدراهم. رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى أربعة دراهم لتلك الجارية، وذهب في الطريق وإذا رأى شخصا فقيرا، ولعله كان لبس ثوبا خلقا باليا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله، فنزع رسول الله هذا الثوب الذي اشتراه بأربعة دراهم وأعطاه لذلك الفقير، وبالدراهم الأربعة الأخرى رسول الله اشترى ثوبا آخر ولبسه، ورجع. وفي الطريق رأى نفس المرأة جالسة وهي حزينة، فسألها عن ذلك، قالت: أبطأت على أهلي أخاف أن يضربوني. فأتى النبي معها إلى دار أهلها وسلم على أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال لهم: إن هذه الجارية أبطأت عليكم فلا تعاقبوها. فقال أهلها:
إنها حرة لممشاك يا رسول الله، لأنك شفعت لها وجئت إلى باب دارنا، جعلناها حرة، أعتقناها في سبيل الله. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله قال: هذه الدراهم الاثني عشر كان مباركا، صارت لباسا لاثنين، احدهما يعني هو رسول الله والثاني ذلك الفقير الاخر، كل باربع دراهم ثوبه، وصار سببا لعتق جاريه. هذه القصة على بساطتها تخبرنا عن أسلوب رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يؤكد القرآن الكريم على التعلم منه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وعبر عديدة تستفاد من هذا الحديث الشريف وحده، منها أن زعيم المسلمين، أن إمام المسلمين، أن قائد المسلمين، أن رئيس المسلمين، هل عندنا رئيس أعظم من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يلبس الثوب حتى يكون الثوب باليا ولا يبدل ثوبه، رغم أنه تجري الألوف والألوف من الدراهم والدنانير على يد رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان يؤثر غيره على نفسه، يعطي غيره ويبقى هو لابسا ثوبا باليا. ومما يأتيه من مختلف الأموال أيضا لا يبدل ثوبه البالي إلى ثوب آخر، بل هناك من يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مالا ليشتري به ثوبا. قائد المسلمين، إمام المسلمين، ينبغي له أن يساوي ضعاف المسلمين في المستوى، في أكله، في مسكنه، في ملبسه، في تصرفاته. في الحديث الشريف: إن الله أخذ على أئمة العدل، أئمة الجور، حكام الجور، هم حكام جور يصنعون كل شيء. أما إذا كان شخص حاكما عادلا إن الله فرض عليه، وفي بعض الأحاديث فرض، وفي بعض الأحاديث أخذ، يعني أخذ العهد على أئمة العدل أن يساووا أنفسهم بضعفة الناس، يعني أضعف الناس. ماذا يلبسون؟ كيف يسكنون؟ وفيما يسكنون؟ عملهم، تصرفهم. إمام المسلمين مفروض عليه، عهد أخذه الله تعالى عليه أن لا يترفع عن ضعاف المسلمين. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله. ولما اشترى أمير المؤمنين الثوب باثني عشر درهم، وكان ثوبا عاديا مثله يلبسه الناس العاديون، مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين: غير هذا أحب إلي. ألا يناسب لرسول الله أن يلبس ثوبا غاليا؟ لأنه كان زعيما للمسلمين، يجب أن يراعي ضعاف المسلمين في ملبسهم. إن كان هناك
مثل هذا الثوب بإثني عشر درهما لا يناسب التجار ولا يناسب الأغنياء، فهو يناسب قائد المسلمين ورئيس المسلمين. ومع ذلك هذا الثوب العادي رسول الله أراد شيئا دون ذلك وأقل من ذلك، وطلب من أمير المؤمنين سلام الله عليه يبدله إلى ما هو أرخص. فذهب هو مع علي صلوات الله عليه وآله واشتري ثوبا بأربعة دراهم ولبس ذلك الثوب. ومن العبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما رأى شخصا من المؤمنين له ثوب خلق وبالي نزع ثوبه من بدنه وأعطاه لذلك الشخص. واشترى ثوبا آخر بأربعة دراهم. تتبع المسلمين، تتبع الفقراء، تتبع المحتاجين، هذا من وظيفة إمام المسلمين، من وظيفة رئيس المسلمين. ثم رأى امرأة على قارعة الطريق جارية تبكي، من وظيفة الإمام أن يدور ليرى من المحتاج وماذا وما هي حاجته وكيف يمكن قضاء الحوائج للمؤمنين والمؤمنات. عندما ادعت الجارية أنها ضيعت الأربعة دراهم رسول الله أعطاها أربعة دراهم. ثم لما رأها تبكي خوفا من أهلها أن يضربوها لأنها تأخرت عليهم بشخصه جاء إلى دار أهلها وشفع لها، وأهلها يظهر أنهم كانوا من المؤمنين أيضا حيث احترموا رسول الله صلى الله عليه وآله لمجيء رسول الله، أعتقوها في سبيل الله. هذا أسلوب رسول الله، هذا أسلوب إمام المسلمين الذي يكون زعيما للمسلمين عليه أن يكون هكذا. والقرآن الكريم يؤكد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رسول الله أسوة لجميع المؤمنين ولجميع المؤمنات، على جميع المؤمنين والمؤمنات أن يتعلموا من رسول الله ويقتدوا برسول الله صلى الله عليه وآله فيما يقول وفيما يصنع وفي تقريراته وما يقرر من أفعال وأقوال الآخرين. ولكن بالنسبة إلى زعيم المسلمين ورئيس المسلمين هذا فرض. وإذا نرى في من جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وتزعموا المسلمين وسموا أنفسهم خلفاء لرسول الله كبني أمية وبني مروان وبني العباس وأمثالهم وغيرهم ولم يكونوا هكذا، هؤلاء ليسوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. الإسلام يؤخذ من رسول الله وممن كان على سيرته وسنته كأمير المؤمنين صلوات الله عليه، لا من كل شخص سمى نفسه مسلما وسمى نفسه خليفة. هذا الإسلام الذي مثله رسول الله صلى الله عليه وآله هو الشيء الذي يوفر للجميع سعادة الدنيا والآخرة، حتى لغير المسلمين الذين يعيشون تحت الحكومة الإسلامية، ولغير المسلمين أيضا الذين هم خارجون عن الحكومة الإسلامية ويكون هناك ارتباط لهم
بالحاكم الإسلامي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر الجميع بتاريخ رسول الله ويوفق الجميع للأخذ والعمل بسيرة وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.